ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح ودي الريفيوز. نتكلم النهارده عن حاجه تخص العربيات والناس المهتمه بالعربيات، وان هي تعرف وسائل الامان اللي موجوده داخل العربيات اللي هي عايز تشتريها او اللي هي مهتمه بيها اصلا. وخلونا نتعرف عن ايه وسائل الامان الموجوده في العربيات. مبدئيا كده، في وسائل امان اساسيه لا يمكن ان انت لما تجيب عربيه تتاكد ان هي موجوده. اول حاجه الايرباكس دي وسائل الهواء. الايرباكس دي احنا بنتكلم ان هي موجوده في عربيات من التسعينات زي المرسيدس مثلا، الزلموكا او الاس كلاس. فلما تيجي حضرتك تشتري عربيه في 2020 وما يكونش فيها ايرباك واحده زي مثلا الانترا الفئه الاولى او الحاجات الجميله دي، فهيبقى شيمو نيو. الصراحه شيمو نيو عليكم المصريين. بنبدأ الايرباكس من اول واحد قدام السواق او اثنين سواق واللي جنبه، بعد كده اربعة في الجناب، ستة في الكراسي، تمانية عاد بقى المرسيدس بقى الاس كلاس الحاجات الجديدة والسي كلاس للركاب اللي ورا كرسي اللي هو بتاع السواق او اللي جنبه، وبيفتح للي وراه عشان لما اقدر لا قدر الله تحصل حادثة اللي ورا ما يتأذاش برضه. طيب في 10، في 12، فين بقى؟ من جوه ورا من الجناب. كمان الحاجات اللطيفة جدا ان لا قدر الله برضو لو في حادثة من الجنب، بلاقي ان العتب بتاع العربية من الجنب لانه بيفتح ايرباك عشان العربية من ورا ما تتكسرش. يعني ربنا يعيننا يا رب ويتولانا. يبقى ده كده مرحلة الايرباكس والحاجات اللي هي اساسية ومعروفة للجميع. تعالوا نخش بقى في الحاجات اللي هي الثلاث حروف دي زي الاي بي اس، الاي بي دي، الاي اس بي، كل الحاجات الاكس دي اس، الحاجات اللطيفه دي. مبدئيا خلونا نقسم الحاجات اللي الثلاث حروف دي لحاجه خاصه بالفرامل، والتاني خاصه بتوزيع قوه المحرك للاربع عجلات بتوعك. الاثنين بيصبوا في الاستابيليتي بتاعت العربيه اثناء السريان او اثناء وانت بتفضل. اول حاجه نبدا بالاي بي اس، انتي لوكينج بريكنج سيستم. اي بي اس الجهاز ده بيعمل ايه؟ الموجود ده لما يكون في العربيات، موجود برضو في التسعينات في عربيات برضو زي الانترا الجديده 2020 بتقول ما فيهاش اي بي اس. الاي بي اس ده بيعمل ايه؟ وحضرتك ماشي لو لقيت حاجه قدامك انت عايز تفرمل، قلل مسافه التوقف اللي موجوده عندك. فبتفرمل بالاي بي اس تلاقي مسافه التوقف بتاعتك اقل بكتير من العربيه اللي ما فيهاش اي بي اس. وده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان الفرامل بتبتدي ان هي تعمل كده على الديسك بتاع الفرامل، فالعجل ما يكلبش في الارض، لا هو يبتدي ان هو يمشي ولكن هي ما بتكلبش في الطنبوره او الديسك بتاع الفرامل، وده بيديني مسافه اقل بكتير في التوقف. دي ميزه كمان لو انا حاجه قدامي وعايز ان انا اتفاداها وانا بفرمل، ببتدي ان انا ادوس فرامل فعلا وابتدي ان انا اروح يمين وشمال عادي خالص لو في العربيه دي اي بي اس. طيب لو لا قدر الله ما فيهاش اي بي اس دوس فرامل تعمل ديكسيون كده او كده هتلاقي ان هي نفس الحقيقة برضه للاسف. تاني نوع معانا من برضه السيستمز اللي بتخدم الفرامل اللي هي الاي بي دي، الكترونيك بريك فورس ديستريبيوشن. اي بي دي الجهاز ده او السيستم ده بيعمل ايه؟ بيبتدي ان هو يوزع الفرامل بناء على الوزن اللي موجود داخل السياره. يعني لو مركب ثلاثه هتفرق عن لو مركب اثنين. سي جي او مركز الثقل بتاع العربيه او بتاع الوزن العربيه بما فيها الافراد بيختلف بناء على الركاب اللي موجوده جواه، وبالتالي لازم تكون الفرامل متوزعه بالتساوي، مش بالتساوي بقى، بان هي تديني نفس الافكت عشان العربيه ما تلفش، عشان العربيه تقف برضو في اقل وقت ممكن واقل مسافه ممكن. ده الاي بي دي. تعالوا نخش في الانظمه بتاعه الاستابيليتي او التراكشن كنترول. تعالوا نشوف كده اول نوع معانا اللي هو الاي اس بي. الاي اس بي او الاي اس سي، الكترونيك استابيليتي بروجرام اور كنترول. الاثنين دول بيعتمدوا ان انا لو عندي اربع عربيات، اربع عجل اهم من العربيه، لو العجلتين اللي على الشمال دول في ميه وهنا في اسفلت، الاقي ان لو العربيه ما فيهاش الاي اس بي ده ان العجل اللي على الاسفلت هيمشي اسرع من العجل اللي على الميه، عشان العجل على الميه هيكون فيه الاحتكاك قليل جدا والتاني ممكن يلف يعمل سليبنج، يعني يعمل انزلاق او تزحلق، فبتدي ان العجله تلف او العربيه كلها تلف. لو فيها بقى النظام ده تبتدي العربيه تبتدي ان هي توزع القوه اللي موجوده من المحرك للاربع عجلات، وبالتالي تدي هنا قوة مناسبة ان هو العربية ما تلفش، وده حاجة اسمها الـ ESP. جميل. تنفع برضو في نظام المنعطفات. المنعطفات لو انا ماشي بسرعة عالية وعندي منعطف جامد شوية لو فوق ال 100 او 120، الباي ديفولت
بلاقي ان العجل اللي بره مختلف عن السرعه العجل اللي جوه، وده برضو ممكن يخلي العربيه تلف على الفاضي. حالة بقى لما يكون في السيستم ده لا يظبط برضو السرعات بتاعت العجل، وبالتالي ما يحصلش اي دوران او لف او اي حوادث لا قدر الله، بيقلل الحوادث. وده طبعا مش لازم يكون في كل العربيات، ولكن لو انت عايز تجري او عايز ان انت بتعمل غرز كتير ومجنون شويه، لا لازم تبص على الحته دي كويس قوي. الاثنين دول الاي اس بي والاي اس سي اللي هو اصلا هما يندرجوا تحت نظام التراكشن كنترول التي سي اس. في نظام بقى جديد او جديد نسبيا موجود في فولكس فاجن الجولف، او هما اللي مخترعوه وعاملين له براءة اختراع، موجود برضو في عربيات الاريزا والسكودا بما انهم نفس الجروب. الاكس دي اس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكترونيك ديفرنشال لوك. يعني ايه؟ يعني الكورونا اللي هي بتكون قدام دي في العربيات الدفع الامامي، عشان كده هم اخترعوها لعربيات الدفع الامامي بالذات. فالاكس دي اس ده بيخلي الكورونا اللي قدام توزع القوه بتاع المحرك اللي جايه من المحرك للعجل بطريقه معينه، بحيث ان العربيه ما يحصل لهاش سليبنج او دوران حوالين نفسها. فده نظام متطور شويه من الاي اس بي من الالكترونيك ستابيليتي بروجرام للعربيات اللي هي الدفع الامامي. فالاكس دي اس ده هو برضو ستابيليتي بروجرام بيتحط جوه العربيه الفولكس فاجن جروب عشان تخلي الستابيلتي بتاعتها اعلى وتديك امان وانت داخل المنعطفات بشكل احسن بكتير. بس ده كده احنا لمينا كل السيستمز اللي موجوده او معظمها اللي موجوده في مصر، يعني العربيات بتاعتنا الجميله. تكونوا استفدتوا ولو بجزء بسيط، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. مع السلامه.